مشاهدونا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نكهة خاصة، وحلقتنا الليلة إن شاء الله جميلة ومفيدة بإذن الله. وحنشتغل بإذن الله رولات الزحتر، وحنشتغل بإذن الله هنشتغل رولات الزحتر، وحيكون الحلى حقنا دانية الشوكولاتة، وحيكون كمان عندنا سلطة التاكو باللحمة المفرومة. وإن شاء الله بإذن الله حلقتنا هتكون جميلة ومفيدة. حنبدأ أول حاجة إن شاء الله برولات الزحتر، هتطلع تشوفوا المكونات وترجعوا تشوفوا معي طريقة العمل. طيب بالنسبة لرولات الزحتر، أول حاجة عندي بالنسبة للعجينة عندي كوباية موية، حيكون عليها ملعقة كبيرة خميرة، هي ملعقة كبيرة خميرة، حيكون عندي ملعقة كبيرة سكر، وعليها برضو الملح لو حبيتوا، باكنج بودر، وممكن برضو 3 ملاعق لبن بودرة، ونص كوباية زيت، ده بالنسبة للعجينة. وعندي ممكن بيضة أو ممكن صفار 2 بيضة، أنا لأنه حعمل الحلى بتاعي دانية البيتي، دانية الشوكولاتة البيتي، فحاستخدم صفار البيض، فبدل أهدر المواد حقتي فعملتها بيض البيض، حدخله هنا جوا الفطيرة بتاعتي، وحاشيل الصفار بعدين أعمل بيض الحلى. هنا عندي بياض بدل البيض، عملت بياض 2 بيضة، فا أو ممكن تعمل بيضة واحدة كاملة براحتك، لكن دي انا دايما بحب كده، يعني بحب اعمل الحركه دي عشان ما ارمي الصفار بتاعي. او ممكن اذا انت اصلا الفطائر حقتي دي ما بتحتاج اني المعها، لكن ممكن شنو تعمل الحركه دي، يعني في الفطائر احنا بنجرب نلمعها بالخليط بتاع صفار البيض معاه نقاط خل، فممكن انت تشيلي بيضتين، تقومي تشيلي البيض حقهم تدخليه جوا العجنه وتشيلي الصفار بتاعك برا، تعملي بيه التلميعه البي برا. فاذكر تاني كوباية موية، عليها 3 ملاعق لبن بودرة اختياري، لو حابة ما في مشكلة، لو ما حابة برضو براحتك، عليها ملعقة كبيرة خميرة، ملعقة كبيرة سكر وملح، وبيضة أو بياض بيضتين براحتك، بعدك حلمهم بيض دقيق لو حبيتي برضو ممكن، ونص كوباية زيت، نص كوباية زيت، الزيت مهم لأنه بيخلي العجينة بتاعتي طرية. أضفت الدقيق بتاعي، بعد ذاك في الأول طبعا العجنة بتكون لينة، ممكن أحركها بالملعقة، لكن بعد شوية إلا أواصل العجن بيدي. إذا حبينا ممكن نضيف باكنج بودر زي مثلا نص ملعقة صغيرة مع كوباية الموية، أو ما في داعي ما بتحتاج، لكن إذا حبيتوا يعني بتحبوا الفطاير طرية شديد، طبعا الباكنج بودر حيزيد لك طراوتها. حأبدأ أضيف بالدقيق وحأعجن بيدي، أذكر بالعجينة تاني، كوباية موية عليها ملعقة كبيرة خميرة، عليها ملعقة كبيرة سكر، 3 ملاعق لبن بودرة، نص كوباية زيت، بيضة أو بياض بيضتين،
هبتدي اعجن في العجينه حقتي. الدقيق طبعا حسب القوام لحد ما تصل الى القوام اللي بيناسبك. كمان ما ننسى يعني نخص بالشكر الشركات الراعية للبرنامج، شركة زيت شمس ومجموعة البربري برعاية تورنيدو، وعندنا شركة ماهر للمصنوعات المعدنية والخشبية. دي العجنة بتحتي اهي قوام كده مناسب، هأفضل اعجن فيها، كل ما اعجن كل ما العجنة حقتي جات ناعمة. عجنوها اقل حاجه 5 دقائق 7 دقائق، ممكن بالعجان ممكن باليد. انا هسي بس اختصارا للوقت حقيف لحد هنا، لكن انتو يفترض انكم تعجنوها اكثر من كده. حنغطي العجينه حقتنا لحد ما تفور، وانا عندي عجنه اساسا من بدري مجهزاها اهي، هذه ما شاء الله خمرانه، هي اللي حاشتغل لكم عليها. طيب دي العجنة بتاعتنا، اهي حيكون عندي دقيق. اول خطوة حاعملها طبعا الكلام ده بعمله بعد ما العجينة بتاعتي تتخمر، هأرش دقيق على الكاونتر بتاعي، حاجة بسيطة، هأشيل جزء من العجينة حقتي وهأفردها. هأرش برضو حبة دقيق من فوق عشان الرولة تمشي معاي. طبعا يا جماعة الفطاير قدر ما تدعجن تمام، تعجن كويس، كل ما عدتك نتائج أفضل، طلعت معاك طرية، وكل ما خليناها أخذت كفايتها في التخمير برضو كل ما طلعت معاي ظابطة أكثر. يعني في المرحلتين بتاعة العجن وبتاعة التخمير ما نستعجل عليها. كده فردت العجينة بتاعتي، بس هعديلها كده عشان اقدر اشتغل كويس. هجيب الزبدة بتاعتي اهي، هامسح حاجة بسيطة عشان بس تمسك لي شنو، تمسك لي الزحتر اهي، تمسك لي الحشوة بتاعتي. طريقة العمل زي السينابون رول بنفس الطريقة، بس طبعا دي بنحشيها، زحتر. هجيب الزحتر وهأعمل رشات كده، وهأجيب ألف ابتدي أرولها
هارولها كده نفس طريقة السينامون رول، يعني دي فكرة لكم ممكن أسينتوا لو عندكم عجنة بتاعت سينامون وعملتوها وخلاص، يعني مثلا اكتفيتوا حشيتوا قرفة وفضلت لكم عجينة، ممكن طوالي تعملوا شنو؟ تعملوا باقي العجينة تحشوها زحتر، تحشوها أي حشوة مالحة انتوا عاوزينها. عندي طبعا معروف انه برضو زي السينامون بنقطع بالخيط، الخيط يا جماعة طبعا بيكون معقم، لازم بجيب موية سخنة وبعمل عليها خل وبقوم بنزل فيها الخيط لمدة بتاع 10 دقائق، لأنه طبعا ده أكل ما بيتحمل أي تلوث عشان تشوفوا، فبدخل الخيط بتحت العجينة وبقوم بعمل كده وبزرده، بلقاها اتقطعت معاي، أوريكم واحدة تاني كده. بيكون ساخن. أحط الفرن عشان أقدر أدخل الفطاير بتاعتي. بعدين يكون الفرن ساخن طوال، حخلي الصينية دقايق بس تبرد، حخليها دقيقتين ثلاثة، حكون هنا شغالة بقطع. زي ما شايفين ده الخيط بتاعي كده، بدخله برفع الرولة سنة وبدخل الخيط بتاعي كده، بكون ماسكة واحد بيدي اليمين واحد بيدي الشمال، بيكون مثلا يدي الشمال لي قدام يدي اليمين علي جاي، فبقوم شنو بحكس، بودي يدي اليمين لي قدام وبرجع يدي الشمال لي ورا كده، وبقوم بزرد الخيط بتاعي، بلقاها تلقائيا اتقطعت معي. اهو حكون شغالة كده بقطع بنفس الطريقة دي لحد ما اخلص الرولة بتاعتي، حادخل الخيط بتاعي وحاجر الخيط لحد ما تتقطع معي. ثاني حادخل الخيط وكده حاحكس اليمين حتمشي لقدام والشمال حترجع لي ورا لحد ما تتقطع معي، حواصل بنفس الطريقة. ممكن تقطعوا بالسكين لكن صراحة الخيط قطعته أزبط، معروف يعني كل الناس دي حاجة معروفة للناس كلهم إنه لما نقطعوا دايما كده بالخيط رولات العجين لما تتقطع بالخيط بيكون شكلها أزبط. أهو بتديني نتائج أحلى من بالسكين، لما أجيب السكين أحاول أقطعها بلقاها شنو؟ بلقاها اتفطست معاي، بقى شكلها مفطوس يعني ما بتكون مدورة زي دي. وحأواصل بنفس الطريقة. لحد ما أخلص كل العجينة بتاعتي. ممكن يا إخواننا ما تحشوها زحتر، يعني حبيتوا تحشوها أي حاجة، جبنة، لحمة مفرومة، أي حاجة ما في مشكلة. دي حاجة اختيارية، كل زول حسب رغبته حسب الحاجة اللي بيحبها، ما في مشكلة. الحشوة اختيارية ما ضروري زحتر، لأنه في ناس مثلا ممكن يكونوا ما بحبوا الزحتر ما بيأكلوه مثلا، ممكن تعملوا أي حاجة أنتوا حابينها. شايفينها سهلة وسريعة كيف؟ آخر واحدة دي حأقسمها عليه 2، حاجيب الصينية بتاعتي بردت
عندي هنا دي الرنجة دي ما في مشكلة، ممكن ما تستخدموها لو عندكم بايركس ممكن على البايركس، ممكن أي حاجة أنتو بايركس على صينية الفرن طوالي على حسب مزاجكم، بس أنا خطيت عشان عايزة شكلها بعدين يجيني مربع. هاخدتهم مفرقات لأنها جوا الفرن حجمها حيزيد، ممكن دي أخدتها كده في النص هأرصهم، أحاول يعني أرصهم بصورة يعني بشكل مرتب قدر الإمكان. سريعة وسهلة، والحشوة يعني طريقة القطع ذاتها سريعة أفضل من إني أقعد أحشي فيها واحدة واحدة. هاخد ديل، ممكن نخليها شوية يعني 4-5 دقايق كده تفور شوية وندخلها، لكن أنا طبعا هدخلها طوالي عشان زمن البرنامج. درجة حرارة الفرن 200، هاخدتها في الشبك الف النص. هنضيف لانه هنا جوتنا الدنيا. طبعا تاني ما في حاجة غير اني استناها تطلع من الفرن، بعد ذاك هعمل لها صوص بالمايونيز والجبنة الكريمية. زي ما قلت لكم درجة حرارة الفرن 200، إذا ما حبيتوا تقطعوا بالخيط ممكن تقطعوها بالسكين، يعني دي حاجة راجع عليكم انتوا ما فيه مشكلة. بعد ذاك هنا عندي مايونيز وجبنة كريمية، أنا عملتهم خلطتهم مع بعض يعني زي نص كوباية مايونيز ومعاها ملعقتين جبنة كريمي ودخلتهم هنا، يعني لأنه في السينابون بنعمل حليب محلى مكثف بنعمل كده، فنحن بدل الحليب المحلى المكثف أو الصوص الأبيض اللي بنعمله حنعمل مايونيز وجبنة كريمية وحنعمل بها خطوط كده من فوق بعد ما تستوي معانا. فممكن ما بعرف إذا زمننا بتاع الفاصل جاء، ممكن على بال ما الفطيرة بتاعتنا تطلع من الفرن ممكن نطلع فاصل ونرجع نشوف الحاصل. طيب اهلا بكم، رجعنا لكم بعد الفاصل وعندنا رولات الزحتر بتاعتنا في الفرن، فاس ان شاء الله حندخل على طبقنا بتاع الحلا اللي هي دانية الشوكولاتة البيتي، فممكن تطلعوا تشوفوا المكونات وترجعوا تشوفوا معي طريقة العمل.
طيب الدانيت البيتي طبعا حلو ولذيذ والاطفال بيحبوه. انا هسي الليله حاوريكم كيف نعمله في البيت بطريقه سهله، بس حاشيك عليه الفطاير حقتي، لا لسه شويه عليها. طيب اول خطوه عندي عندي نص كوبايه من السكر، عليها ملعقتين من الكاكاو، عليها 3 ملاعق من النشا، عليهم الفانيليا بضيفها في المرحلة دي وبقلب المواد الجافة بتاعتي. بجي بنزل عليهم ب2 صفار بيض، لو تتذكروا قبيل انا قلت لكم شلت البياض دخلته جوا العجنة بتاعة الفطاير، وبشيل الصفار هنا بستخدمه في الدانية البيتي. عندي فانيليا طبعا مهمة شديد في الوصفة دي لأنه البيض عندي فيها بيض. بعد ذاك عندي آخر حاجة الحليب، 3 كباب من الحليب، ما ضروري تعملوا 3 كباب حليب، ممكن 2 كوباية حليب، الثالثة نتمها موية. أنا هسه هشوف الحليب قدر شنو بتاعي وحأزيد عليه موية. إذا عمل لي 3 كباب أوكي، ما عمل إن شاء الله عمل 2.5 كوباية، نص الكوباية بزيده موية، عمل 2، الكوباية الثالثة بتمها موية. لكن هسه هو شكله كده، بس دايرين حاجة بسيطة زي ربع كوباية هنتمها موية. دي يعني انتوا عشان تستفيدوا بعدين في البيت، يعني الواحد يعرف انه لو عندي كوباية بتاعت حليب واحد انا ممكن اعمل بيها حلا، يعني ما نهاية الدنيا، الناس ما تتوقف. ف بحرك المكونات حقتي كلها على البارد، لو عندنا برضو لبن بودرة ممكن نستخدم موية، وإن شاء الله بس 5 ملاعق، ما يعني ما ضروري مثلا أعمل كمية كبيرة من لبن البودرة، ممكن مع 3 كبابي حليب أعمل 3 ملاعق لبن بودرة، 5 ملاعق لبن بودرة براحتنا حسب الحاجة المتاحة والمتوفرة لنا. أنا في المرحلة دي هأستخدم مضرب الشبك عشان يدوب لي حاجاتي، لازم أنعم الحاجات دي كويس قبل ما زيت الفرن سنة، حأدوب الحاجات كويس عشان شنو؟ لو خطيتها في النار كده حتقوم حتعمل لي كراضين، فأنا من هسي حأقوم أدوبها تماما، أتأكد إنه الخليط بتاعي ناعم ومتجانس تماما، حتى بعد ذاك أرفع عليه النار. في المرحلة دي أنا برفعه على النار، حأكون واقفة جنبه وححرك باستمرار، حأستنى الخليط لحد ما الخليط يبدأ يغلي معاي، حتى بعد ذاك حضيف باقي المكونات الشوكولاتة والزبدة. فأنا على بال ما الخليط بتاعي يستوي ممكن أدخل لكم في الوصفة الثانية اللي هي سلطة التاكو، فممكن تطلعوا تشوفوا المكونات وترجعوا تشوفوا معاي طريقة العمل.
طيب شفتوا المكونات بتاعت سلطة التاكو؟ طبعا اصلا هي سلطة في الاصل مكسيكية، فالاساس فيها فيها نوع من اللحوم، يعني اما لحمة مفرومة او فراخ، فحسب يعني كل زول حسب مزاجه، فالاثنين بينفعوا يعني. وانا كمان واقفة هنا جنب الدانيت بتاعي، ما حازح منه. عندي هنا اول خطوه طبعا هعمل لازم اعصج اللحمه حقتي، او اذا فراخ برضو اديه تشويحه يكون مستوي تماما واللحمه تكون مستويه تماما. عندي الطوه حقتي كبيت عليها زيت، الزيت سخن، فحاجيب اللحمه بتاعتي. اذا حبيتوا ممكن تعملوا عندكم بصل عشان تعصجوا اللحمه، يعني ممكن بصل صغنونه كده تكون حشينا مكعبات ناعمه، ممكن تنزلوا بها في الزيت اول حتى بعد ذاك تنزلوا بها اللحمه، لكن انا صراحه ما حابه لانه يعني ما بحب السلطه دي، يعني ما بحب انه بحس انه البصله شويه كده يعني طعمها اخذ في اللحمه. فحانزل باللحمه بتاعتي على الزيت الساخن، لازم الزيت يكون ساخن. وحاقلبها وفي نفس الوقت حنكون هنا مركزين مع الدانيت بتاعنا. طيب حأضيف البهارات بتاعتي للحمة، أول حاجة الكزبرة، أي بهارات انتو حابينها ما في مشكلة، قرفة، الفلفل بتاعي، عندي الملح، الثوم، اي حاجه انتوا دايرينها، حبيتوا تضيفوا كاري ما في مشكله. فحنكون بنقلب فيها كده لحد ما تستوي معانا، بعد ذاك حواصل لكم في طريقه عمل السلطه. فاللحمه بتاعتنا على النار، وهنا الدانيت بتاعنا لسه كمان احنا مستنيينه عشان يغلي، والرولات حقتنا في الفرن. ممكن في المسافه دي نطلع فاصل ونرجع نشوف الحاصل. اهلا بكم، رجعنا لكم مره ثانيه بعد الفاصل. شايفين الدانيت بتاعي غلا، هسي انا طفيت منه النار، في اخر خطوتين حاعمل عليهم بس حاشوف الفطاير بتاعتي جوا الفرن. خلاص انا حطفي عليها لانها كده ما شاء الله تبارك الله كده لون التحمير مظبوط. أرجع أقلب اللحمة بتاعتي وأعمل آخر خطوة في الدانيت البيتي، دانيت الشوكولاتة. اللحمة بتاعتي ذاتها ما شاء الله تقريبا استوت، عندي الشوكولاتة بتاعتي نص كوباية من الشوكولاتة، ممكن شوكولاتة خام وممكن شوكولاتة شيبس إذا عندكم حسب الحاجة المتوفرة. وحأديها ملعقة من الزبدة، ممكن استخدم دي. الزبدة والشوكولاتة بضيفهم بعد ما أطفي النار من الحلة بتاعي، وطبعا هم بحرارة التحلية بتاعتي، أساسا التحلية حارة وكانت بتغلي حد ما عملوا فقاعات زي ما شفتوها، فسخنة شديد، فبحرارتها
هنلقى الزبدة والشوكولاتة هنلقاهم اوريدي قاموا ساحوا ويتجانسوا مع الخليط بتاعي. انا هخليها بس دقيقتين عشان الشوكولاتة والزبدة يسيحوا وكده اللحمة بتاعتي استوت عشان اخلص باقي السلطة بتاعتي. هطفي منها النار وهخليها دقيقتين ثلاثة بس حرارة تهدأ. طبعا سلطة التاكو زي ما قلت لكم سلطة مكسيكية بيستخدموا فيها خبز التاكو اللي هو مصنوع من الذرة الصفراء. فنحن طبعا هنا ما عندنا يعني نادر كده ما متوفر عندنا شديد، لكن ممكن تستخدموا. انا استخدمت رغائغ الذرة بتكون متوفره في الدكاكين بتباع بحب اكثر حاجه بيحبوها الاطفال يعني بياكلوا الصغار والكبار، لكن مشهور انه رغائغ الذرة والشيبس والحاجات دي بيحبوها الاطفال. فنحن هنستخدمه كبديل لخبز التاكو. وممكن بالعدم ممكن تجيبوا الخبز العادي بتاع التورتيلا ده تقطعوه بالشكل اللي انتم دايرينه وبعد ذاك تقوموا تستخدموه وتحطوه كده على حواف الصحن زي ما انا هعمل. هنا الزبده والشوكولاته هديل ساحوا هقلبهم عشان يتجانسوا مع الخليط. طيب هنا برضو الفطيره حقتي شايفين اهي، انا هطلع الرنجه شايفين يعني كده تقريبا انتوا بتكونوا فهمتوا انا قبل عملت كده ليه، عملت عشان يجيني الشكل بتاع الفطيره مربع. فبعد ده ممكن انزلها على صحني بتاع التقديم دار لي كمشه لانها هي شويه سخنه بس عشان تساعدني انه اقدر اشيل. شايفين انها بيكون شكلها كده قطعه واحده كده. وعندي مايونيز وعليه ملعقتين جبنه كريميه انا حاجيبهم زي ما قلت لكم قبل حاخدتهم من فوق يعني زي احنا لما بنعمل في السينابون بنعمل شنو كنا بنعمل الحليب المحلى المكثف والحاجات دي. ممكن انا بس حركه بسيطه كده تعملوها كده من فوق. طيب عندي هارجع للسلطه بتاعتي، عندي الخس اول حاجه في السلطه، عندي الخس بتاعي مفروض يكون محشوش ناعم فانا هحشه كده يعني ما ناعم شديد بس المهم يكون قطع صغيره. اهو هجيب الصحن بتاعي هاخد كده اول طبقه في السلطه بتاعتي من الخس المفروم ناعم الحلب بتاعي انا منسيته لكن مستنيه الشوكولاته والزبده يسيحوا. بعد ذاك حيكون عندي جزر ناعم اهو هنا كمان. طبعا يا جماعه الحلى ده مفروض شنو ما نتاخر يعني هو ساخن كده نقوم نغرفه عليه الكاسات اول حاجه اللي دايرين نقدم عليها لانه هو بعد ما يبدا يبرد بيبدا يجمد كده فما حيتغرف معاي بس ساهل. فانا خلاص هسه في المرحله دي هاغرف التحليه بتاعتي
اغرفوها في كاسات او في يعني كوره واحده كبيره او اي حاجه انتوا. هاغرفه هازينه، التزيين طبعا حاجه اختياريه بمزاجكم اي حاجه. انا هسه عندي هنا دي كده، ممكن تدوها حبات من الفول السوداني، كريمه، اي حاجه انتوا دايرين تزينوا بيها ما في مشكله. طيب هارجع للسلطه تحتي، عندي هنا الجزر، طبعا سلطه التاكو معروف انه عندها صوص بيتكون من الزبادي، نص كوباية تقريبا زبادي، وعليها ملعقتين مايونيز، وعليها ملعقتين من اللبنة. وأنا صراحة اللبنة دي اختيارية، يعني ما خالص كده ما قاعد أحب أعملها فيها، يعني بكتفي بالزبادي والمايونيز. وعليهم بصل بودرة وتوم بودرة وبابريكا، عشان بعدين أنا هاخد ما ننسى لحية الخز، عشان هاخد الرغايغ الذرة بتاعتي احطها كده في الأطراف. هجيب الذرة، عندي ذرة حلوة هنا هجيبها برضو هاخدها. ممكن يعني اذا حبيت، يعني انا طبعا هسه رصيتها بس ده كده للشكل يعني، لكن دي ما حاجه من اصل السلطه، يعني انتوا ممكن تكبوا الخس والجزر ولا الذره الحلوه وعليهم اللحمه المفرومه وحاجاتكم دي كلها كده مع بعض، وتكبوا عليها الصوص حتى تغرفوها في الصحن، واخر حاجه تحطوا رقائق الذره من برا. لكن يعني انا بس حبيت انه عشان الشكل كله ظريف. عندي هنا خل، ممكن حتى عندي خيار، الخيار ممكن يكون مخلل، ممكن يكون خيار عادي سالم، ممكن استخدم الهالبينو، اي حاجة انتو حابينها. في النهاية دي سلطة يعني ممكن تضيفوها براحتكم. عندي اخر حاجة اللحمة المفرومة، هضيف اللحمة بتاعتي في المنتصف. كده أنا شايفة كده الشكل بيكون أزرق في التقديم. كده حتى ما استهلكت، يعني ممكن لو عندنا كوم صغير بتاع لحم ممكن نعمل منه السلطة دي. عندي باقي لحمة ممكن أستفيد منه في أي حاجة تاني. عندي هنا آخر حاجة رقائق الذرة، اللي هو بديل زي ما قلت لكم بديل لخبز التاكو اللي هو خبز الذرة. وإذا ما حبيتوا تجيبوا رقائق الذرة ممكن تستخدموا زي ما قلت لكم عيش التورتيلا العادي. هاخده كده في الأطراف. شايفين شكلها جميل كيف؟ والطعم أرهب طبعا. بعدين شنو حتى شنو يعني اللحمة المفرومة ما أخذت كمية كبيرة، لأنه عندي الخضارات حقتي حزيد من الكمية بتاعت السلطة. يعني لو أنت عندك يعني ناس كتار وعندك لحمة بسيطة ممكن تعمليهم طبق السلطة ده، فبكفي لهم يعني مهما كان الناس كتار، انت بتزيدي كمية الخاص وتزيدي كمية الجزر، هتلقي الصحن بتاعك ما شاء الله مليان ويشرفك ويرفع راسك قدام ضيوفك. هاشوف
هحاول اشيل الرقائق اللي بتكون سالمه كده، اقوم اخدتها بالاطراف اهي كده تقريبا. دي اخر واحده عندي، دي مكسوره ممكن استبدلها، اخد بدلها دي. واخر حاجه بشيل شويه من الرقائق واهرسهم فوق للحمه، يعني هرس ساي عشوائي بيدي ساي. زي ما قلت لكم مفترض الصوص، اني الصوص كان مفترض يعني نعمل الخضارات دي ونقوم نعمل لها صوص بتاع يعني طوالي كده نلخبطه معاها وكده، لكن انا يعني حابه اعمل حركه عشان دايره اقدم الطبق حقي بشكل جميل. زي ما قلت لكم الصوص هقدمه منفصل في صحن لوحده. دي كده السلطه بتاعتي، بس اخر حاجه هعمل لها الصوص وهاخد جنبها الصوص يتاكل لحظه التقديم. عندي هنا زبادي، وعندي هنا مايونيز في الكيس بتاعي، زينت منه بيل كان مايونيز وجبنه كريميه، فانا هاضيفهم برضو عشان استفيد من المواد بتاعتي. هاضيفهم للزبادي وعليهم ملح، وهنا عندي خليط من البابريكا وتوم بودره وبصل بودره، هانزل بيهم عليه الزبادي والمايونيز وحأقلب الصوص بتاعي اهو. وده صوص سلطة التاكو. يعني لو حابين تعملوا زي ما انا عملت تقدموه منفصل اوكي ما في مشكلة، لو حبيتوا كلكم تضيفوا مكوناتكم كلها في طبق ما عدا رقائق الذرة، اللحمة والخيار والذرة الحلوة والخس كلها، وتنزلوا عليها بالصوص وتغرفوها في الصحن، بعدين تعملوا رقائق الذرة بالأطراف، أو ممكن تقدموا الصوص منفصل زي ما أنا عملته. هنزله في طبق كده، ممكن اديه رشات من الزعتر. دي براي من راسي، دي ما من اصل الصوص، دي اضيفتها انا براي من راسي. لو عندنا شطه برضه ممكن من نفس البودره حقتنا دي اللي فيها البابريكا والثوم البودره والثوم بودره وبابريكا وبصل بودره. هقدم الصوص بتاعي وكده خلاص ما عندي حاجة. ودي أطباقنا لليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الحلقة. عندي رولات الزعتر وعملت لها من فوق صوص بالمايونيز والجبنة، وعندي سلطة التاكو باللحمة المفرومة مع الصوص بتاعها عبارة عن زبادي ومايونيز، وديتهم توم بودرة وبصل بودرة وتوم بودرة وبابريكا، وعندي هنا دانية الشوكولاتة البيتي وزينته وقدمته. وكده خلاص حلقتنا انتهت، وإلى أن ألتقيكم مرة أخرى أستودعكم الله وأترككم في أمان الله وحفظه، ومع السلامة.